بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس الجديد إخواني الكرام، قبل بداية الفيديو قم بتوقيف الفيديو أو بإيقاف الفيديو، ثم قم بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 10 مرات، ثم قم بإكمال الفيديو. بعدما تقوم بهذه العملية أتمنى أن تكون قد صليت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولنبدأ في الدرس. أول شيء، اليوم سنقوم بتحميل برنامج حفظ القرآن الكريم. من هنا تقوم بتحميله أسفل الفيديو، ستجده في رابط مباشر في الميديا فاير. تقوم بتحميله، حجمه فقط، حجمه لا يعني برنامج حفظ القرآن الكريم، حجمه لا يعني حوالي 3 ميجا بايت فقط، يعني 2 ميجا بايت فاصلة 31 أو 32 كما تلاحظ معي. هذا هو البرنامج. تقوم باستخراج الملف، ثم ستجد ملف على هذا الشكل، تقوم بالدخول إليه كما تلاحظ معي. ستجد هذا هو المحفظ أو المحفظ، يعني يحفظ القرآن الكريم. تقوم بالدخول إليه بالضغط عليه مرتين، ثم تنتظر حتى تظهر لك نافذة التثبيت كما تلاحظ معي. هذه هي نافذة التثبيت. تقوم بالضغط على Next، ثم I agree to the term of this license agreement. يعني أنا لا أتقن اللغة الإنجليزية كثيرا، لكن الحمد لله، يعني Next، المهم هو اللغة العربية Next. ثم يقوم البرنامج بالتثبيت كما تلاحظون معي. فقط أنا عملت له تثبيت قبل قليل، يعني لا أحتاج إلى تثبيت كما تلاحظون. عند التثبيت ستظهر لك هذه النافذة كما تلاحظون. فقط لأريكم التثبيت، فقط أنا لست محتاج إلى تثبيت آخر. يعني تقوم بغلق هذه النافذة فقط، يعني هذين الملفين تحفظهما في مكان آخر، وتقوم بالدخول إلى البرنامج بالضغط عليه ضغطتين، وتنتظر قليلا حتى يظهر لك أو تظهر لك مواجهة البرنامج على هذا الشكل. إخواني الكرام، يعني إخواني الكرام، هذا هو البرنامج. يعني أنت من الأفضل، سأتطرق لطريقة الآن بعد أن أوقفت الفيديو قبل قليل كما تلاحظ مع هذه واجهة البرنامج. بعد قبل شرح البرنامج يجب عليك فهم شيء، يعني يجب عليك من الأفضل أن تقوم بالضغط على وينرار من هنا، هذا الملف، ملف المحفظ، ستجد اسمه القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم، برنامج حفظ القرآن الكريم. تدخل إلى البرنامج ثم تقوم بتثبيته من هنا دون استخراج الملف، من الأحسن على ما أظن. وإن يعني أنا أفضل هذه الطريقة لأن البرنامج يعني في التثبيت. إذا واجهتك هذه المشكلة، إن لم تظهر لك أيقونة البرنامج على سطح المكتب، لأن هذه المشكلة واجهتني أنا شخصيا، يعني عند تثبيتي لهذا البرنامج واجهتني هذه المشكلة. أنت تقوم بتثبيته من هنا، من هذا المكان كما تلاحظ معي، من الوينرا، لا تقوم باستخراج الملف كما تلاحظ معي يا اخي الكريم. بعد التثبيت يعني قم بعمل الطريقتين معا، ثم تدخل الى البرنامج، تنتظر بعض الشيء، تظهر لك واجهة البرنامج كما تلاحظون اخواني الكرام. واجهة البرنامج على هذا الشكل، يعني القرآن كاملا. عفوا، هذه الصورة من هنا، صورة البقرة أو صورة الفاتحة أو صورة أي شيء، يعني أي صورة، عفوا، أي صورة، ليس أي صورة. ومن هنا تختار أي صورة، مثلا صورة الكهف، صورة الكهف كما تلاحظون إخواني الكرام، ترتيبها 18 18. صورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم، من هنا تبدأ، من هنا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، صدق الله العظيم. يعني إخواني الكرام، لكي لا أقوم بقراءة الآيات، يعني هذا البرنامج يعينك على حفظ القرآن الكريم، وبذلك يعينك على الاستمتاع وعلى السماع والاستمتاع أيضا بأصوات المقرئين الرائعين. فقط هذا البرنامج كما تلاحظون معي، أنا الآن لم أتصل بالإنترنت كما تلاحظ معي، لم أتصل بالإنترنت هنا ديسبونيبل كما تلاحظ معي أخي الكريم. من هنا عفوا، لا تقوم بالضغط على زر
على اضرار الكيبورد. من الاحسن اخواني الكرام ان تترك اضرار الكيبورد بعيدا عنك لكي لا تقوم بحذف حرف او شيء من هذا القبيل. فقط قم ب لا تقوم بتجربة اي شيء يعني لان هذا القرآن الكريم اخواني الكرام. وهنا اخواني الكرام يعني انا الان فاتح برنامج بدون انترنت، الان فاتح برنامج بدون انترنت بدون اي شيء يعني، ويظهر لي الاجزاء، الجزء الاول مثلا، الجزء العاشر مثلا كما تلاحظ معي. هذه الصورة، صورة الأنفال، وتظهر لك الصورة، تختار الجزء وتظهر لك الصورة، ثم يظهر لك الآية معا. وهنا مثلا أي جزء، 30 جزء يعني 30 جزء، كل جزء يتوفر على حزبين، يعني جزء 30 النبأ ترتيبه 78 في القرآن الكريم، يعني أي صورة يعني من صورة الفاتحة إلى صورة الناس، يعني أي صورة يمكنك وجودها في هذا الموقع، يعني يتيح لك القراءة بدون انترنت. ولكن عندما تريد الاستماع إلى مقرئ ما تضغط على هذه الخانة الفارغة هنا، ثم تقوم باختيار المقرئ من هنا. مثلا سأختار المقرئ ماهر المعيقلي على سبيل المثال. وبعدها الآن يجب عليك تشغيل الإنترنت، يعني هذه الخاصية يجب عليك تشغيل الإنترنت. أنا سأتصل بالإنترنت وسأرجع إليكم. يعني عدنا بعد الفاصل القصير، يعني ندخل إلى البرنامج ولنقوم الآن بعد اتصالنا بالإنترنت كما تلاحظون معي. وهنا يعني نختار المقرئ كما قلنا من قبل، مثلا ماهر المعيقلي، نختار يعني عبد الباسط عبد الصمد. يعني لن يطلب منك الإنترنت كثيرا، لكن ضروري يجب عليك تحميل الانترنت. وهنا يعني كم من الوقت مضى على تشغيل البرنامج، يقول لك هنا كم مضى الوقت، يعني اذا كنت مثلا على سبيل المثال انت محدد وقت مخصص لحفظ القرآن، يعني هذا البرنامج اختلافي يعني بكل بساطة. اذا كنت مخصص برنامج لحفظ القرآن الكريم، هذا البرنامج وقت مخصص لحفظ القرآن، مثلا من الرابعة زوالا الى السادسة مثلا، يقول لك أنك قد قضيت 44 يعني 34 ثانية أو شيء من هذا القبيل، 4 دقائق وثواني أخرى. يعني كما تلاحظون بعد اختيار المقرئ تضغط على هذه الأيقونة هنا في الجانب. بسم الله الرحمن الرحيم. فقط إخواني الكرام كما تلاحظون معي، أنا الآن فقط لأنني أسجل كما تلاحظون برنامج تسجيل. إذا كان تقطع أعتذر لكم إخواني الكرام، أعتذر يعني، وستشاهدون الفرق يعني جيد جدا جدا هذا البرنامج كما تلاحظون. اسمعوا صورة الإخلاص الكريمة. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. يعني إخواني الكرام يمر وحده بين الآيات، يمكنك اختيار آية ما يبقى يعيدها يعني، أو صورة ما يبقى يعيدها، وعند انتهائك تضغط على هذه الأيقونة من هنا، ثم تقوم بإيقاف مثلا إيقاف البرنامج أو إيقاف القراءة. ثم تقوم إذا أردت تبحث عن أي آية أو عن أي عبارة، تقوم بالضغط على هذه الأيقونة، ثم تقوم بالضغط على البحث مثلا أي آية أو أي شيء يمكنك البحث عليه من هنا من هذه الخانة. كما تلاحظون معي سأدخل إلى مرة أخرى وسأكتب مثلا على سبيل المثال المسجد الأقصى، المسجد الأقصى مذكورة في سورة الإسراء، يعني نحن نعلم أنها مذكورة في سورة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم. كما تلاحظون معي المسجد الأقصى، نكتبها ثم نضغط أوكي. بعد البحث تظهر لنا هذه الخانة فيها
يعني كما تلاحظون مع إخواني الكرام، تضغط عليها ثم يظهر لك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. كما تلاحظون معي، من هنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، نحن بحثنا عن المسجد الأقصى. مثلا سأختار كلمة، أي كلمة يعني، ذو القرنين مثلا، ذو القرنين أي كلمة في القرآن الكريم، تضغط على البحث ثم يقوم النتائج يعني صفر، لم أكتبها على ما أظن، لم أكتبها صحيحة يعني. الكهف، نكتب الكهف، أنت تقوم بأي بحث يعني، تضغط أوكي. كما تلاحظ معي الكهف مذكورة في صورة الكهف، يعني كما تلاحظ معي كم من مرة مذكورة الكهف، صورة الكهف، تضغط على أي اختيار لديك أو أي اختيار تريد. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، صورة الكهف يعني كما تلاحظون، وهنا الآيات. يعني أتمنى يكون هذا البرنامج يعني بدون تعليق، يعني لا أكثر من هذا يعني لا أجده أنا شخصيا يعني. وأتمنى يفيدكم هذا البرنامج. أستودعكم الله إخواني الكرام، أتمنى أن تضغطوا على سبسكرايب لكي تدعموني، أنا أحتاج دعمكم لي. وأتمنى أن تضغطوا سبسكرايب، أتمنى أتمنى أتمنى. وزوروا يعني قناتنا لكي تستفيدوا من مواضيع أخرى، واكتبوا لنا تعليق يعني تعليقكم حول هذا الدرس أو حول هذا البرنامج محفز. و اعطونا اقتراحات او اقتراحات تريدونها لكي اشرحها لكم بكل بساطة. اي شرح تريدوه، اي شرح في اي مجال، في اي شيء تريدون ان اقوم بشرحه لك، يعني انا مستعد من الان فصاعدا. كما تلاحظ معي، الى الاختراق والى الموسيقى والى اشياء من هذا القبيل، والى اللقاء.